تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين المتجددة لمنفذ كرم أبو سالم من الجانب المصري لمعبر رفح البري. يأتي ذلك فيما تواصل قوة الاحتلال من الإجراءات التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات خاصة الوقود، مما يساعد في تفاقم الأزمات الكارثية داخل قطاع غزة. المزيد مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. لازال الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة بعدم إنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة. اليوم يعني منفذ كرم أبو سالم استقبل 52 شاحنة فقط دون شاحنات وقود، لم يتم دخول أي شاحنات للوقود اليوم، على الرغم من تجهيز مصر عدد كبير من المساعدات الإنسانية التي لازالت تصطف أمام بوابة معبر رفح البري، بالإضافة إلى حجم الشاحنات الكبيرة المصطفى على جانبي الطريق في مدينة العريش ومرورا بالشيخ زويد. ولازال أيضا الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث أو الرابع على التوالي يرفض أطنان الدقيق وتعود كما هي محملة على الشاحنات. هذه الأطنان التي بالطبع في أمس الحاجة إليها أهالي قطاع غزة داخل يعني الأراضي الفلسطينية لتوفير مزيد من الاحتياجات الغذائية المختلفة. أيضا يعني التقارير الدولية تشير إلى وجود عدد كبير من الأطفال على قوائم الانتظار لعبور معبر رفح من الجانب الفلسطيني لتلقي العلاج في المستشفيات. وهنا نتحدث عن الدور الكبير الذي تقوم به مصر في تجهيز المستشفيات المصرية لتلقي أو استقبال المصابين الفلسطينيين، وهنا نتحدث عن اصطفاف عدد كبير من سيارات الإسعاف أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري على الرغم من توقف العمل على الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن هناك ما يقرب من 25 ألف فلسطيني يحتاجون لعبور معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية وأيضا يتلقوا الخدمة العلاجية المختلفة التي لا زالت مصر تقدمها للأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.